أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي وأشواقي. أنا موجود في بلدة هدرسفيلد في منطقة يوركشاير الواقعة بين ليدز وبين مانشستر. فيها وجود ضئيل للجالية العربية، فيها جالية إسلامية، فيها جامعة هدرسفيلد، وفيها منطقة عالية هيل، هضبة عالية. خليكم معايا أخذكم جولة في هذا المكان الجميل. أنا كنت أعدد فيديو عن ليدز وعن برادفورد وعن مناطق أخرى. هذا الهب تاع هدرسفيلد، مركز التسوق هنا شوبينج سنتر اسمه كينجز جيت. بدي أضيف إنه المدينة الصغيرونة صغيرة، إحنا شوية وصلنا بعد الساعة 5، فلذلك أغلب المحلات هنا مسكرة. هذا هو حال القرى والبلدات الصغيرة في بريطانيا. هذا احد الشوارع الرئيسيه في هدرسفيلد، اسمه كينجز جيت رود. موجود طبعا مطاعم حلال هنا. اليوم استضافنا اخينا العزيز، شكرا للاستضافه حبيبنا. مرحبا، اسمي علاء، من سكان مدينه هدرسفيلد، ساكن هدرسفيلد من 3 سنين تقريبا، ومدينة جميلة. سيمي سيتي مو مدينة كبيرة، لكن فيها جاليات مختلفة من كل البلدان، وجالية عربية قليلة. إن أهم المعالم السياحية في هدرسفيلد هي الكاسل هيل أو قلعة الجبل، وعندنا البومن بارك، هذه حديقة مميزة جدا على سفح جبل. هذه الجماعة هي كاسل هيل من التاون سنتر. هذا جماعة شارع في منطقة بيركبي، بعد احنا حوالي بس 10 دقائق بالسيارة من الهاي ستريت تاع هاليفاكس، حوالي 50 متر، فيها يعني بعض المحلات العربية، مطاعم، محلات الحلال. مطعم حلال. هذا سوبر ماركت صاحبه شاب سوري هنا. محلات أكل هندي باكستاني حلال برضه. هذا مثابة أكبر سوبر ماركت في هذا الشارع. مقهى مود بإدارة السيد سليمان موجود في شارع ويست جيت في هدرسفيلد. حبيت أعرفكم عليه، ما شاء الله يعني شاب جنتل. السلام عليكم. اهلا، شو اخبارك؟ كيف الحال؟ هلا هلا يا معلم، حياك الله، الله يبارك فيكم. كيف الحال؟ انا مبسوط اني زرت هذا سفيلد اليوم صراحه. احنا الان يا جماعه صاعدين على اعلى تله اللي هي الكاسل هيل. هذه هي من أهم المعالم في هدرسفيلد. عشان تطلعوا على القلعة في توقيت معين وفي هنا جيت، فلازم تتأكدوا أن الجيت مفتوحة. هذه كاسل هيل، فيكتوريا تاور، برج عالي، هو كان يعني قلعة. هذا من أهم الأماكن اللي بتتميز فيها هدرسفيلد. مكان عالي، بيجوا الناس هنا بجلسوا، بتشوف المدينة، مشهد رائع جدا. شوف شوف شوف، سبحان الله، لوحة فنية جمالية رائعة، سبحان الخالق. هذا جماعة النقوشات هذه اللي على التاور عمرها حوالي أكثر من 200 سنة، 1897 تم افتتاحها. حابب أفرجيكم أصدقائي بئر عميق جب. شوفوا هذا المكان، هذا عبارة عن بئر مياه كان يستخدم في الماضي قبل حوالي 200 سنة. الخضرة والماء والوجه الحسن. تو كنا هناك عند الكاسل هيل. يا جماعة احنا كنا هناك، احنا الآن في بيمونت بارك.